يا يا يذكر تقرير الطب الشرعي أن مروان العنقي 26 عاما والذي توفي أثناء احتجازه لدى وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ في الشمال السوري المحرر تعرض لكدمات رضية في سجن إدلب المركزي وأدت إلى وفاته، في حين يقول أهله أن هذه الكدمات ناتجة عن التعذيب الذي تعرض له في السجن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bilal Abdul Karim for On the Ground News, and we are here in the city of Idlib. Just last week, a young man, his name, he was 26 years old, Marwan Al-Uqani, died while in the custody of prison authorities here in the city of Idlib. There is a lot of controversy which is surrounding his death. We here at OGN are vigorously pursuing exactly what happened to him. And we are here with his mother, and she's going to help us to understand. Now, apparently, after there were airstrikes on the prison approximately 10 days ago, he was able to escape, but he was caught and brought back. And he had an opportunity to escape once again just last week. Now, that's when the controversy actually begins. Now, أولاً أريدنا كلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مروان الله يرحمه جاء هنا والسلطات من السجن جاءت أيضا وراءه قبله قبل قبله قبل ما حدث اجى علينا صاحونا قال يا أمي بدنا ياكي قلت له يلا خد ضرب طريق وطلعت خير أشوف فيه قال مروان عنكم قلت له لا ما عنا والله يا أخي ما عنا أم قال لي إذا معك أعطيت الأمان أنا أعطيت الأمان وأنا اللي بقتل وأنا اللي بضرب وأنا اللي كل شيء بإيدي أنا قلت له جاي غرض الجاي فيه تاخده معك استنى أجلسوني برك على الديواني برا وصرنا ندور على ابننا وقام إجا ابننا ابننا أنا ما شفته إجا لا قاله قال لي يا مروان أعطيتك الأمان يا مروان أعطيتك الأمان قال لي يلا شال هالصغير وبوسه هاود ما شافون ركب براه على الميتور واخده هو اخده وانا جيت قلت لهم مروان قال لي يا امي لا تنهر ولا تبكي مروان اخده قلت له ليش اخده قال لي اعطانا الامان الي ولابوه ولاخواته اخذ ضرب طريق لفيت السياره ولحقته لعند الحرش لعبد السجن لحقته دقيلك بوس اجريك بوس راسك بسه من راسي امانتك مروان اللي اعطيته الامام ما حدا بلقه انا امير كل السجن انا امير كل السجن طلعت 25,000 اعطيته لابني وبوسته ما طلع فيي ابني عامل لايك على ظهري ما شفته طاوي لو مضروب لو مجروح وما في البلاء من بلاء الله أخذوا وراح وأنا أخذ ضربة طريقة ورجعت وأنا هلأ بدي ممكن أنه تاخذوا له حقه وما تضيعوا له حقه وهذا كان على يوم الأربعاء نهار أربعة مساء لا أربعة بالليل 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 هذا كله صار معنا ما في ساعة أنا ابني ما شفته طاول طاول ولا لمحته بس لحقته طيته مصرات قبل السجن بدموعه طيته مصرات وبوسته لهذا اللي أخده من جبينه قلت له أمانتك مروان قال لي أنا أمير أنا اللي بقتل وأنا اللي بضرب وأنا اللي بموت وأنا اللي بعيش قلت له بارك الله فيك سلمت ابني سلموه من هون أخذ ضرب طريق وطلعت قلت له حسب الله ونعم الوكيل ايش بدي اعمل؟ انا ما ايش بدي اعمل؟ اذا سلموا يان ابوه وقال له انا اعطيتك الامان، ايش بدي اعمل انا حريمي؟ طيب على يوم الاثنين او ثلاثاء، يوم الثلاثاء شو صار؟ شخص ما جاء وقال انه توفي ام ماذا؟ ما قال توفى لنهار بعد خمس ايام بعد خمس ايام اجى قال توفى نعم
كسرتكم سبتقتل بحالي، وانا هلا بدي منكم مساعدتكم، بدي ما بريد الا قصاصه، اللي حرمني بابني ما بريد الا قصاصه. فقالوا انه توفي. توفى. كيف؟ ماذا قالوا لك؟ قالوا لي ابنك توفى، صرت اقتل بحالي، جابوا لهوني من اشو ابني توفى، قالوا حسر بول، وقت كشفت على جسمه جابوا لي اياه على البري شكل، ووقت جابوه شكل ابني كله مصبغ، قلبته هاي وصرت قلبي، قلت له لما مدت ايدك عليه تباس وحسب الله ونعم الوكيل، طلعت زبطته وبنطرونه لقيته كله مبعوج، طلعت ايديه كله هيك ايديه اكواعه عركبه اجريه هيك ظهره من هون وهيك سلخن وسلخ رقبته من هون هيك ايدي، صحت لهم تعال شوفوا ابني، دخل الشباب دقوا فيه ورجعوه على المشفى، صوروا صاير معه نزيف، خلوه عندهم بالمستشفى. استنوا لاجوا الدكاترة خمسة، اجوا الدكاترة خمسين وطلعوا عليه وكشفوا عليه، ابني مكسورات اجري التنتين، اجري قدمه هيك الي هيك، والله والله ابني شاهد علي الله، قدمه هيك دياته هون البازر مثل النيل، من ورا صلبه مبعوج هيك 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 مبعوجي ليا. هل اي احد من حكومه انقاذ جاء هنا وشرح ما حدث، او هل هناك اي تواصل معهم؟ لا ما في ما في. انا ابني ما شفته، روح على باب السجن صح له يا مروان اعطوني الثياب والوسخات، قالوا له روحي روحي الله يرضى عليك اعطوني الثياب وبدي اغسل يعني، قالوا له روحي. نعم يكدوني شهرين ونص ما لمحته ولا شفته، رحت لعند القاضي مره لعند ابو اسعد قلت له انا ابني بدي ابني، طيب كشاف عضوارة ابني معلش يا ابني انا واثقه من نفسي معلش يا ابني، قام قال لي بتروح من هون الا ببعتك الموظف يشحطك لبرا وكوا. طيب ما كانت التهمه ضد مروان؟ ما كان السبب هو كان في السجن اصلا؟ اتهمته؟ اتهمته وحي اتهمه هو ما وعم الشيء. نحن ضمنانين ارض. نعم. وقام هالزلمه بالارض عم نحوش تين. لف له سيكاره وعطاياها شربه، عيطت عليه يا ابني هاد غلط، يا ابني هذا غلط، قال لي خلص يا ابني. باس راسي وقال لي خلص. يحرم علي لقه بايديه كرمال سيكاره. زلام ولا مو زلام؟ هل لديك أي رسالة؟ رسالة للسلطات، حكومة إنقاذ، إن كنت تستطيعين أن تتحدثي معهم مباشرة، ماذا تقولين لهم؟ بدي اقتصاص، قطع راسي، طل هذي ما حرام يحرمون أبوه، حرام إلا ما حرام، حدا بيريده، حدا بيريده على نفسي، أنا ابني مظلوم، أنا ابني مظلوم، أنا اللي بيجي علي ما بريد شيء، اللي حرموا أولاده هو كما بده ينحرم أولاده، الله يطول عمره، أنا بدي قصاص قطع راس من حقي، ما حرموني ابني شاب إلا ما هو شاب ابني، حرموني ابني وحرموني سوان تنتين، هاكي عندالة وهاكي أخذوا أهلا مر الشهيد، وهلا بدي أنا قصاص ما برضى لي، الله إلهي يطول عمره، أنا أنت بدكم تاخذوا لي حق بإذن الله. My name is Bilal Abdul Karim. We will be following up this story. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.